هندسه في ده. طيب الكلام هنا واضح، يعني الكلام واضح، فيبدو انه اللعبه بتاعت البي بي سي ما جابتش اثرها قوي، فبدات التسريبات تحصل تاني على مساله صفقه القرن ومصر وضعها ايه، لكن اللي اتقال مفزع، يعني اللي اتقال هذه المعلومات مفزعه. وعايز اقول لحضراتكم ان ده اداء اعلامي عالمي بيحصل طول الوقت، اللي هو انت ايه يعني تطلق جواسيسك قبل ان تدخل بجيوشك، يعني تبدا تبدر شويه معلومات كده تشوف رد الفعل عليهم ايه. خليني اسمع من سياده السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهره. سياده السفير اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا فندم. تابعت حضرتك التقارير المنشوره في الاعلام الغربي وبعض يعني وسائل الاعلام العربيه عما يقال انها تفاصيل ما قيل انها صفقه القرن. يعني تابعت هذه التفاصيل ولا ما تابعتهاش؟ لا اكيد يعني احنا يعني راي حضرتك ما انا بسر ما ينشر وما يروج يعني حول صفقه القرن او صفعه القرن كما سماها السيد الرئيس ابو مازن. صفعه القرن صحيح صحيح، يعني ما تحدثتم عنه وما تحدث عنه ضيفك الكريم حول إقامة دولة فلسطين وهذه المشاريع هي أفكار قديمة جديدة تطرح هدفها تشويش الرأي العام العربي وخلط الأوراق في الحقيقة. الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي والفصائلي أيضا واضح كل الوضوح منذ البداية بأن دولة فلسطين لن تقام إلا على التراب الوطني الفلسطيني، ونحن القيادات الفلسطينية رفضت منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا رفضت كل مشاريع التوطين وكل مشاريع الحلول البديلة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على الأرض الفلسطينية. واليوم نحن متمسكون بالطرح الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الأفكار التي تطرح وتروج كما قلت هي هدفها التشويش وخلط الأوراق، ونحن لن نقبل دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولن نقبل أي تسوية بدون القدس عاصمة لدولة فلسطين، ولن نقبل عاصمة في القدس وإنما القدس هي العاصمة، ولن نقبل أؤكد مرة أخرى بإقامة دولتنا الفلسطينية على غير ترابنا الوطني الفلسطيني. أرض مصر لمصر وأرض فلسطين لفلسطين، ونحن في فلسطين نحترم ونقدر ونقدس السيادة الوطنية المصرية على كامل التراب الوطني المصري، ولا نسمح ولن نسمح بانتقاص هذه السيادة في أي وقت من الأوقات ولا تحت أي ظرف من الظروف. من الظروف صحيح. بشكر حضرتك سيادة السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة.